السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، ويلا بينا نستكمل سلسلة البروبلم سولفينج على ليد كود. قبل ما نبدأ حابب أعرفك إن الحاجات اللي احنا بنحلها دي هتلاقيها على الريبوزيتوري بتاعي على جيت هاب، أبدو إم عطية بروبلم سولفينج، أهو هتلاقيه هنا براحتك، يعني شوف أنت هتلاقي المشكلة نفسها، الشرح بتاعها على اليوتيوب، والحل لو أنت عايز تشوفه مباشرة. جميل جدا، ديت ايه؟ ديت اول حاجه عندنا. تاني حاجه السؤال بتاعنا اللي هو روتيت سترينج ليف السترينج، ده احد الاسئله اللي موجوده في كتاب اسمه كراكنج ذا كودنج انترفيو، لو انت حابب تشتري تبص عليه، يعني من اشهر الكتب، وبصراحه بص يعني واخد ريتنج 7600 يعني، فكتاب بصراحه ايه بديع وجميل يعني. فيعني المشكله بتاعت النهارده من هذا الكتاب. جميل جدا. السؤال بيقول لك ايه؟ given two strings، عندك two strings اس وجول، سترنج اسمه اس وسترنج اسمه جول، ريتيرن تو ترو اف اند اونلي اف اس كان بيكم جول، اديني ترو لو اس ممكن تبقى جول، لو اس ممكن ايه؟ ممكن تبقى جول، اس ممكن تبقى جول افتر سم نمبر اوف شيفتس، يعني اديني ترو لو اس واس فقط ممكن تبقى جول بعد بعض الانتقالات، بعض التحركات لاس. بمعنى بيقول لك ان انت عندك شيفت اس كونسيست اوف موفينج اوف ليفت موست، السترنج اللي اسمه اس هتعمل انتقال من اقصى اليسار اخر حاجه على الشمال، تعمل لها نقل لاقصى اليمين، اقصى حاجه على اليمين. واعطيك مثال اي بي سي دي اي، بقيت بي سي دي اي عمل لك انتقال من اقصى اليمين للاي، خلى اقصى اليسار للاي، خلاها لاقصى اليمين، فبقيت الاي هنا في الاول، بقيت في الاخر، بقيت في الاخر او بقيت في الاخر، كان في الاول في اقصى اليسار، بقيت في اقصى اليمين. طيب تعالى مثال تاني اهو، مثال تاني اهو، A B C D E عمل ايه بالظبط؟ عمل انتقال من اقصى اليسار لل A B وخلاها في اقصى اليمين، اقصى اليمين. ولو بعد كده لو هو حب يعمل انتقال تاني، فمثلا هتبقى C D E في كده في الشمال، فيخليها في اليمين فيرجع زي ما هو، تمام؟ ديت ايه؟ عن طريق بعض الانتقالات اللي بيرجعها. اعطيك مثال تاني بيقول لك A B C D E بقيت A B C D E D. طبعا الكلام دوت ما ينفعش، هو لازم تنقل من الاس من اقصى اليسار لاقصى اليمين، هو نقل لك حاجه في النص كده ملهاش اي ايه، مش تبع الشرط اللي هو شرطه، فللاسف هتنقل فلوس. تعال ناخد الكلام ده كله ونوضح اكتر على البينت عشان نشوف ازاي ممكن نحلل هذه المشكله الجميله. هذه المشكله اللطيفه. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل شويه تنقلات، تنقلات للاس من اقصى اليسار لاقصى اليمين، بحيث في الاخر اس يساوي جول في الاخر. ازاي ممكن نعمل حاجه زي كده؟ اولا قبل اي حاجه، التنقلات اللي انت هتعملها مهما كانت التنقلات دي، ففي الاول وفي الاخر حجم اس طول اس يبقى هو طول جول، يبقى اول شرط عندي ان اس يساوي جول مهما كانت التنقلات اللي انت هتعملها. فكده كده انت مش هتغير في ايه؟ في حجم السترنج دوت، حجم السترنج دوت اللي هو الاس هيفضل زي ما هو، اي بي سي دي اي حجمهم 5، 5 سترنج هيفضل هنا 5 سترنج. يبقى ده اول حاجه عندي اشترطها، ان الطول هنا يبقى هو الطول هنا. جميل جدا، ده اول شرط عندي لازم يتحقق. ايه الشرط الثاني اللي ممكن تحققه؟ ايه الشرط الثاني؟ هل ممكن تتخيل معايا، تتخيل معايا ان التزحلقات اللي بتحصل دي عباره عن تزحلقات على الاس دوت لو قررناه مره ثانيه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي احنا لما نعمل تزحلق هيدينا جول، وتزحلق تاني هيرجع يدينا اس. طيب مش ممكن لو انت مثلا عملت 2s، يعني ايه عملت 2s؟ يعني انت لو عملت مثلا a b c دي اي وغير اللون يا سيدي، اي بي سي دي اي، افترض معايا كده، افترض معايا كده ان انت مثلا عملت تزحلق، عملت تزحلق خليتها سي دي اي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عملت تزحلق مثلا للسي دي اي ونقلته قدام خالص، ونقلته قدام خالص، فبقيت فبقيت ايه؟ فبقيت سي دي اي، وبعد كده اي بي سي دي اي اي بي.
جميل. وبعد كده مثلا عملنا تزحلق تاني بلون تاني ونقلنا ال AB في الأول خالص، فهتبقى A B بعد كده C D E بعد كده A B C D E. مش الكلام ده، انت شايف الكلام دوت ايه؟ انا شايف ان انا الجول ما زالت موجوده، يعني الجول هنا لما احنا عملنا التزحلق دوت بقيت فيه جول، تمام، بقيت فيه جول ماشي، وبقيت فيه برضو اس، بقيت فيه خلاص يعني بقيت فيه جول اهي ماشي، اي بي اهو لغايه بي ماشي، وبقيت فيه وبيت في جول تانية أو بيت في جول اللي هي فين الجول؟ أه سي بي دي إيه سي بي دي إيه بي ماشي أهو تمام ماشي. وبرضو إيه، ولو عملنا شوية انتقالات تانية هتبقى في جول تانية، ولو عملنا شوية انتقالات تانية هتبقى في إس تانية، تمام. فخلاصة القول، خلاصة القول إن أنا عندي دلوقتي 2 إس، حلو، انا عندي دلوقتي 2 اس اللي هي الاس دي ماشي والاس دي، حلو، وعملنا عليها شويه انتقالات، شويه انتقالات، لما عملنا شويه انتقالات وغيرنا الموضع عندك هنا فطلع معانا اهو الجول، تمام، وطلع معانا كمان جول تاني، كان عندك 2 جول، ولو عملنا شويه انتقالات تانية تطلع معانا 2 اس وهكذا. فايه معنى الكلام دوت؟ معنى الكلام دوت ان انا ممكن اقول له اول شرط عندي اللي هو الاس يساوي اللينس بتاع دوت يساوي اللينس بتاع دوت، وان الجول دوت تمام السترنج دوت يبقى موجود في 2 اس، يبقى السترنج دوت يبقى موجود في اس زائد اس. فهو حتما ولابد علشان تعمل التزحلقات والانتقالات دي ان السترنج دوت بيتزحلق على ايه؟ بيتزحلق على 2 اس، بيتزحلق على 2 اس. تاني كده، تاني الحته ديت لو انت ما كنتش فاهمها، تخيل معايا دلوقتي ان انت عندك 2 اس، والشيفت اللي بتحصل عباره عن تزحلق الجول على 2 اس قاعد يلعب ويتزحلق عليهم. يبقى اول شرط زي ما قلت لك كده ان الاس يساوي الجول، حجم الاس يساوي الجول، اللينس بتاع الاس يساوي اللينس بتاع الجول. رقم 2 ان الجول يبقى موجود في 2 اس، يبقى السترنج دوت موجود في ايه؟ في 2 اس. بس كده يعني ديت ايه، ديت ابسط حل ممكن ايه ممكن نحل بيه دلوقتي. تعال يا سيدي، يبقى اول شرط عندك لينس للاس الطول بتاع الاس تمام هي رحت فين يساوي الطول بتاع السترنج اللي هو جول. جميل جدا، دي اول حاجه. وكمان اشترط عليه and الجول في نفس الوقت، الجول يبقى في 2 اس، اس زائد اس تمام وخلاص يعني ايه، وريتيرن الكلام ده رجع لي ايه، رجع لي الكلام ده بس كده. تعال نشوف رن، يعني مساله بسيطه بس هي فكره ان يعني تتصور ان هو الجول دوت قاعد يتزحلق على 2 اس، دي كل الفكره اللي فيها تمام. اكسبتد، وكمان يعني انت اسرع من 80 شخص حلوها على ليد كود تمام. اتمنى تكون استفدت من الفيديو دوت، لو عندك اي اقتراح لاي حل تاني ممكن تشارك بيه في الكومنتات ونتشارك فيه مع بعض. يلا سلام.